سائل يقول: ما هي الدعوة الفردية للإخوان المسلمين؟ المقصود بالدعوة الفردية، الدعوة الفردية طبعا يا أخواننا، هذه الجماعات أولا محرمة في الشريعة الإسلامية، والأحزاب والطرق وكل هذه التجمعات ممنوعة في الشريعة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأصلا الجماعات والفرق جابوها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى حتى يفرقوا كلمة المسلمين، وحتى يحتلوا بلاد المسلمين، وحتى يكون المسلمون ضعفاء، أو حتى يكون المسلمين ضعفاء، يكون المسلمون ضعفاء أمام اليهود والنصارى. لأن المسلمين لما كانوا ماسكين في دينهم قوي، اليهود والنصارى بالسلاح والسيف ما قدروا عليهم. الكفار كان بيقدروا على ناس زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أبو بكر الصديق، أو عثمان، أو علي رضي الله عنهم، أو خالد بن الوليد، أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيقدروا. لماذا؟ لقوة عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، ولتوحد كلمتهم، لأنهم كلهم يعبدون إلها واحدا ويتبعون رجلا واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دخلوا فوقهم هذه الحزبيات والطوائف عشان بدل الناس يكون المتبع والقائد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الأمة فيها 400 قائد. الآن تعال شوف شوف البلد دي فيها كم، أي طريقة بتلقاها مفرتقة، 11 سمانية جناح البرعي، سمانية جناح الكريدة، سمانية جناح طابة عبد المحمود، سمانية جناح قريب الله، سمانية جناح أم الرح، فهمت؟ سمانية ما أعرف جناح أم جكو، في واحد في أم كريعات ولا يسمى شنو هنا شارع الشرق بيجاي، 500 سمانية. قادرية حمد النيل، قادرية ود بدر، قادرية مكاشفية، قادرية الجعلي، قادرية البليد اللي ودوه إسبانيا ده، أنت دارين يأهلوك ولا شنو؟ ودوه صوفيا، ما قلتوا أنتوا ماسكين الكون والعيان؟ العيان قالوا في الجزيرة هنا، مش قال لك في مرة المكاشفي جابها على 60 سنة، عمل لها عملية وجاب لها شاش من الجنة؟ يا زول دي الجنة ولا دي صيدلية بتاعت الوزيرة؟ ما تلعب علينا الله، هديك دي الإمدادات الطبية، الجنة فيها شاش وحقن؟ هل دي مما تشتهيه الأنفس؟ ربنا قال الجنة فيها ما تشتهي الأنفس، أنت يوم الغيامة بتشتهي إنه يدوك حقنة؟ ها في الجنة؟ أنت موهوم والله، أنت قطعية ما بتلاوز منها. أنت يا زول دار الجنة دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دال قال المكاشي قام: طيب يا أزرق طيبة، أزرق طيبة نافي شعره، فهمت؟ زي المغناطيس لما تخده تحت ورقة وتجدع فيها مصائب، نافي شعره فهمت، وتلقاه لابس 700 لون ويقول لك ده من أولياء الله. ماشي بقى عيان، مودوا وين؟ مودوا برا السودان. وانت مسكين يا مريد، انا وكلامي للمساكين الصوفيه، انت مفروض توعى، شغل الباسم بتاعك ده، انت بس شغال تاكل به مهيوبه بس، شغل الباسم ده شويه. الصوفيه الشيخ ازرق طيبه ذاته تجيه ياكل قروشك ويتمتع بمرتك، فهمت؟ ويلعب زي ما داير، وفي النهايه لما انت تجيه يديك شويه تراب اخر عمرك تقوم عليك حصوه. والشيخ لو جاته أي حاجة طوالي بيقطع مطار الخرطوم وبيمشي إسبانيا هناك. يا هزول أنت مسكين ولا جنوه؟ أنت ما شغل عقلك. الشيخ لو بينفع ويضر، الشيخ ده لو بينفع ويضر بيمشي إسبانيا يتعالج ليه؟ ما يتعالج هنا، خليه على الصوفية ذاتهم، فهمت؟ وده كله يوريك ضلال هذا المنهج الصوفي، وأنه منهج مناقض للفطرة ولأبجديات العقول، فهمت؟ زي ما قال لك أخونا محي الدين أحمد داود التياني، قال عنده حزبة. أنتوا ما قلتوا أولياء، أنت يا شيخ وقت بيجيك حزبة أنا تجيني شنو؟ عشان كده ربنا قال لك: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ربنا قال لك الفكيدة لا بيقدر يشيل منك القاود والحزبة وجع الركب والغضروف، ما بيقدر يشيله منك، وكمان ما بيقدر يحوله. قل له الوهابية ده الكرهونة كل يوم جايننا ناطين لنا في آخر الدنيا بجونا. يا أبويا الشيخ أعمل لهم وجع بطن قبل ما يمرق التفتيش بطنه تنحل، عشان ما يقدر يجي. ما بيقدر. أبوك الشيخ ذاته تلقى بطنه محلولة، أبوك الشيخ تلقى الحبوب مركبة فوق في التبرقة بتاعته عشان أنت ما تشوفه. ولك طبعا الجنة عندي، أنت تعد عندك حبوب ملارية وأمراض الطفولة ستة، أنت زول عاطل ساي، أنت زول سافل، فهمت؟ وأكلت قروش الناس وضللت عقائد الناس، فهمت؟ دي الطرق الموجودة. الأحزاب دي كلها باطل، كلها باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأمة بتتفرق، الحل وين؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا في أنصار سنة ولا في أخوان مسلمين ولا في جبهجية ولا في غيره، وإنما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. الأخوان المسلمين دعوة دي عندها أصول، من أصول هذه الدعوة أنها دعوة تمييعية، الهدف منها الوصول إلى السلطة. ده من أصول منهج الأخوان المسلمين، إنه يميع الإسلام. يعني ما في حاجة اسمها عقيدة ولا وبراء، يعني ما في حاجة اسمها حق وباطل، ما في حاجة اسمها صح وغلط، إنما في حاجة اسمها تهدي الناس وتلم الناس كلهم سوا وتدخن الناس تصهرهم في بوتقة واحدة وكلنا مسلمين. والزول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دغت تجاوز الغنطرة، والله إذا الكهرباء ما يحصلها، خليك من القنطرة أنت مهوم في مخك. الناس بيقولوا لا إله إلا الله وبنادوا الشيوخ وتلقاه بيبرك لفكيه، ناس بيقولوا لا إله إلا الله بيألفوا كفر بالله من الله خلقك ما سمعت به. أنت ما قريت الكتب، الكتب بتاعت الصوفية، الكتب تؤلف وتطبع ثم تنشر وتباع بأموال، وبعد ده في ناس يقول لك لا يا أخي ما قال الكلام ده، يقول لك من كرامات شيخنا حسن وتحسونه إنه ربنا سبحانه وتعالى أداه الكون في يده وأداه كن فيكون، زي ما قال البرعي حسن سيدي أبكم، حسن فوق الكون متحكم، قال متحكم في الكون. وربنا سبحانه وتعالى كذب هذا البرعي وكذب الصوفية وكذب أحمد داود وكذب الإزيرك وكذب كل إنسان يعتقد في هؤلاء البشر. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك، وربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهذا خطاب مناظرة من النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين عشان يخشوا الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا أخواننا في أمور نحن متفقين فيها، الأمور المتفقين فيها دي عملها منه؟ بيقولوا عملها الله. طيب دي وقت عملها الله أصرفوا العبادات لله. بيقول لهم من الأمور الآن إحنا متفقين فيها إنه الكون حق الله. أبو جهل عندك رأي؟ يقول لك لا الكون حق الله كده نجاح، علامات مرور، أها نجل الخلف، الدعاء حق منه؟ يقول لك بدعو الله، وتاني بدعو الشيخ سقط، ما عنده رخصة؟ ما عنده. لكن الصوفي من العلامات هنا بيكون ساقط، ده ما عنده من البداية، شرطوا له الفايل بتاعه يدعوه، ده من البداية بيقول لك الشيخ مالك الكون، الشيخ ماسك الكون. طيب يا خليك من أي حاجة، الآن هنا في الجنوب الناس بيموتوا، مين مشارو سجمرمات ده ما عندنا بو شغلة. الموضوع ده أحسموا لنا يا البرعي، خلي واتحسونا يحسمه، خلوه. الصوفية قالوا، قال الأولياء بتاعنهم قال عندهم مجلس اسمه مجلس الأقطاب، زي ما قال البرعي في مصر المؤمنة أقطاب الأرض في الجبل الأربعة. قال وهؤلاء الأولياء ربما اجتمعوا في سد إسكندر، وطبعا دي كلها أسماء فشنكي ساكت، عشان انت تلف في الخريطة تشوف سد إسكندر وين، يا ربي في المحيط المتجمد الشمالي ولا قاعد في زقلونة ولا وين سد إسكندر، ما بتلقاه. تاني تمشي يقول لك في جبل غاف، جبل غاف ده وين يا أخوانا؟ وين جبل غاف؟ ما في، كل أسماء موهومة ساي.
يقول لك بيقوموا الجماعة ديل لما يعني يجتمعوا في الاجتماع قال بيحددوا اللي بيحصل في الكون لغاية السنة الجاية. يعني الحروب بين المسلمين والاستهزاء وانتشار الفساد ده كله عملوا أقطاب الصوفية لما كان اجتماعهم السنة الفاتت. فرياق مشار والعواليق وغيرهم دارين يحلوا مشاكلهم ألمشوا لي ود بدر ولا ود حسونة لأنه ماسك الكون. خلي في فرتق لهم نخلي مجلس سلام بقي مجلس سلام مجلس الصوفية مجلس سلام اجتماعه في جبل غاف غرر وما فيه غرر ولا فيه مغرر بس بيقول المشاكل الآتية تحلت المسلمين كلهم يتوحدوا كده خلاص أي زول جعان ها رجعنا له حقه أي درويش ما عنده شغلة أديناه شغلة. مش أنت قلت الكون عندك في كتاب بتاع سراج السالكين ود بدر قال أولياء الله الكمل ثمانية ثمانية بس أنت عارف ده طلع اثنين من العشر المبشرين بالجنة لأنه قال ثمانية بس ونحن بنعرف أنه أولياء الله ما بيعرفهم إلا الله في واحدين القرآن والسنة بينتهم أبو بكر الصديق ولي عمر بن الخطاب ولي عثمان غيرهم من الصحابة كلهم أولياء فهمت ديل ولايتهم مقطوعة تب في ناس بنظن انهم اولياء ما بنقطع لانه ما عندنا ادله زي الائمه الاربعه فهمت وكده والعلماء الكبار سفيان الثوري البخاري الى اخر ديل بنقول نحسبهم اولياء. ليه بتقول نحسبهم؟ لانك ما بتقدر تقطع انهم بيموتوا على شنو؟ على حسن الخاتم. والكلام ده قاله الامام القرطبي في تفسير سوره البقره الايه 34 فهمت؟ المزله التاسعه قال المهم كلام طويل. الان الاولياء ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمهم إلا هو. ذلك يقول لك أولياء الله الكمل ثمانية قال أربعة باليمن وأربعة بالسودان. يعني مرة قلت السعودية ساكت يقول في واحدة مسكينة بتقش المسجد النبوي دخلها ساكت دخلك اثنين تمهم عشرة تقول ثمانية بس وفي اليمن والسودان أولياء الله قال في اليمن وفي السودان في عدن هناك فهمت؟ قال ومن في السودان قال ما اعرف الطيب ود البشير ومين حسن ود حسونه ومين ديل اولياء الله الكمل ديل اولياء الله الكمل. قال ومن كرامات ود البشير انه ربنا سبحانه وتعالى ملك الكون 33 سنه فما نقص منه جناح بعوضه رجعوا كامل لا في كيس يتقطع لا في ضبانه زول زهج منها كتله لا في ضيف اكرمه بيضبحوا له خروف للضحية 33 سنة ناس ما ضحوا لا في غنماية جاتهم انفلونزا طيور ما في أي حاجة 33 سنة الكون دخلوا حفاظة قالوا رجعوا زي ما هو. ما ده لازم كلامك يا صوفي فهمت؟ وهذه العقيدة هي من أعظم الإلحاد ومن أعظم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ويطبع المجلس القومي للذكر والذاكرين أكبر تجمع بتاع صوفية في السودان موجود الآن دي عقائد بتاعت ناس موجودين وبنشروها للناس وكثير من المسلمين مصدقين. ناس بيمشوا ببهايمهم للشيوخ وناس بيمشوا دايرين لأولادهم يدوم الجنة وفي ناس بلدهم فيها مشاكل دار الشيخ يكتب له حجاب بتاع مشاكل إلى آخر. ناس دي بتمشي للشيوخ والشيوخ دي لاقينا نقاطة شيخ عاطل قاعد بس داك مسكين جاوب بخروف ديك مسكينة ضع لها ذهب تجيب له ذهب زيادة. الناس دي مسكينة لأنه عقيدتها ضاعت. فالأخوان المسلمين بما يعلك العقيدة دي الأخوان المسلمين هم ذاتهم صوفية. حسن البنا المصري عنده كتاب اسمه مذكرات الدعوة والداعية تلقاه في الدار السودانية برضه تلقاه مفروش تحت. قال أول حاجة كان دخل الطريقة الحصافية الشاذلية دي واحدة في مصر في منطقة اسمها دمنهور أو دمنهور وكان بيمشي الحضارات النبوية. أسي أنت لو مشيت الختمية لما تلقاهم بيسكروا بيقوموا بيجيبوا دلقان اخضر في النص ويجيبوا لهم مويه خدتوها هنا يقول لك مرحبا 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 بالمصطفى مالكم؟ قالوا الرسول جانا في المولد جاء في ميدان الخليفه وجاء في ميدان السجانه هنا وكده. فقال بيحضر الحضارات النبويه وبيمشي للقبور حسن البنا بيمشي لقبر الشيخ الحصافي قال بيمشي مسافه بتاعت كم كيلو مسافه طويله جدا بكرعينه قال يوم الخميس ويقعد يوم الجمعة ويجي يوم الجمعة المساء. ده المؤسس بتاع جماعة الإخوان المسلمين فهمت؟ عقائد وسخة
وكان بيجي يقولوا في الحضرات يقول لك هذا الحبيب، بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأحباب قد حضر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جانا مع الأحباب، يعني مع الصوفية، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الرسول قال غفر لنا، جد غفر لنا. دي عقيدة حسن البنا المؤسس بتاع الفكر. عشان كده جماعة الإخوان المسلمين جماعة ضالة ومنحرفة. من طريقة الأخوان المسلمين في نشر باطلهم إنهم ناس متلونين. الأخ المسلم إنسان زي الحربوية، لما يمشي السعودية يلقى الكلام في العقيدة، علماء ربنا وفقهم بينشروا التوحيد، توحيد تلقاه في التلفزيون. الشيخ ابن باز لما كان رئيس، لما كان موجود وكان رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرها من المؤسسات العلمية الموثوقة، الشيخ ابن باز في الفتاوى اللجنة الدائمة، كان رئيس اللجنة الدائمة، الوزارة بتاعت السياحة قالوا دارين نعيد ترميم، يعني دارين نجدد البيت بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبار انه وشيخ داعية للتوحيد ونخلد ذكراه وكده. فقاموا يستفتوا اللجنة الدائمة، تقال الشغلانية فيها عواسة ساكت بدعو الساي، البلد انت قايلها مطلوقة، اي واحد سافل داود وسجم رماد يجي يقل ادبه، فهمت؟ قام طوالي الشيخ ابن باز طلع فتوى قال فقد اطلعت اللجنة الدائمة على ما ورد بصحيفة كذا انه دارين يعيدوا ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال لهم الشيخ محمد عبد الوهاب مكانته معروفة، ولكن هذا وسيلة من وسائل الشرك والجهات المختصة ان تزيل البيت، كل ذات البيت شاله. توحيد مجاية انت قال زي هنا اسئلة، يقول لك نشيل قبة البرعي تلقى 70 واحد برجف، تاع الكراكة تلقاه برجف، والكراكة ذاتها تلقاه ترجف. مسكنا لا الدين الطورية ولا رقيد لك صلاة كلها، زول ميت تقال عنده حاجة، ناس بيرجفوا من أموات، زي ما قال الشاعر قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. زول مسكين مسكين تلقاه حق العيش ما لاقيه، زي ربنا إن شاء الله يعني يرد عليه عقله، الجبال لا في بيجاي ده، فهمت؟ مسكين لا في ما لاقي ياكل، فهمت؟ عشان كده بيكون داير يطيش شبكه وتلفزيون وبرنامج طويل عشان ما يعيش اللحظه، فهمت؟ ما يعيش الجوع. والشيخ ميت والناس بيخطوا له في المليارات، الناس بيخطوا له. شوف الواقع بتاع بلدنا، وبعد اقول لك يا سلام البلد طبعا بخير وما تكفروا الناس ساي، انت بليد ولا شنو؟ شوف الهوس القاعد دي وثنيه، وثنيه بتاعت قبور، طرق تجانيه وسمانيه وقادريه ونقشبديه، كلها طرق بتاعت باطل وضلال. الاخوان المسلمين ما دارين الحق ينكشف للناس، ما دارين الناس تعرف دينه. مشيت لله بعقيده بتاع الصوفيه والله ما تلاقي الله سبحانه وتعالى وانت امن. ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. دارين الناس الامن في الدنيا والاخره ولغد العيش في الدنيا والاخره، وان يبسط الله بينهم السلام والوئام والوفاق، وان يكون الناس امة واحدة عليهم بالتوحيد. نادي دارة تمشي عديل تمشي بالتوحيد، ربنا يسهل لنا. السعودية ديل مكة دي كم كيلو؟ كم كيلو في كم؟ بيجوها 4 مليون حاج، وهلا جت 4 مليون حاج، انت تاكل زي ما داير وتشرب، وفي سودانيين بياخذوها موزة كده بحج باللفة، فهمت؟ وشغلانية طويلة، وبعد ربنا سبحانه وتعالى الناس بتنافسوا والخير راقد، وطيارة تجي ترشك من فوق وتحت، ونحن هنا البلد قاعدة قاعدين زي الرادي المكسر، 700 قبة تلقاها قاعدة، دي قبة يقول لك ده حسن وتحسونه، ده اختصاصي أولاد، وداك بيتصرف في الكون، والبرعي ده بجيب الجنة، والكريدة داك بينزل المطرة، وداك وينه؟ شغلهم بيشتغلوا وين؟ بيتين بيشتغلوا، وداك مختص زراعة، وداك مكافحة الجراد، يا زول ده موهومين ساي يا زول. صوفية بتاع شنو اسين احنا لاقين ناكل؟ شوف الأمة دي تعبانة كيف؟ الزول من الصباح مارق ما لاقي شباب داري يتزوج قروش ما في. ليه؟ السبب شنو؟ الشرك بالله. الشرك ده يكون قاعد، ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا قال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبأ دي كانوا ناس مرطبين،
انت لما يكون الواحد من الناس سبا يكون مسافر بيكون الشجر مضلل لغايه ما يمشي القريه الثانيه. نعم وتاكل ما بتتزود ما بيشيل معك ذات، تلقى شجر في الشارع من الثمرات ومن الرزق ربنا سبحانه وتعالى من نبيه على العباد. ربنا قال لهم ما دار منكم حاجة كثيرة، تشكروا ربنا سبحانه وتعالى وتعبدوا الله وتوحدوا الله، كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ربنا سلب منهم النعم العظيمة اللي كانت عندهم وابتلاهم، أحسن حاجة عندهم شيء من سدر قليل، دي أحسن حاجة عندهم. عشان كده أخواننا نحن لو دارين الخير نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده نوح عليه السلام قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، طوالي كثير وخير وفير، ويمددكم. ربنا بيديك المدد، الليلة بتلقى الدفارات مكتوب فيها مدد، ده بيمدنا بحاجة. وانت بتلقى 70 لوري ماشي للشيخ وبقوله مدد، انت شغال تمد فوق ومش هو اللي بيمدك، انت اللي قاعد تمد الشيخ، فهمت؟ ربنا قال يمددكم بأموال وبنين، اديك مال، ما عندك جنة ربنا بيديك جنة، شوف النعم دي كيف. ويجعل لكم جنات تكون مرتاح وزول اللي عنده جنة ده معناه زول مرطب، ده معناه الشيء الأساسي كمله، بعد ده بقى شنو؟ بقى داير النسها ودار الحاجات دي. ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، دل ورطهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. والخمسة ذكروا ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح ديل أولياء صالحين، لكن تعال شوف هنا القصص المنتشرة والباطل المنتشر والضلال المنتشر في القصائد وفي الكتب وفي الإذاعات وفي التلفاز، وصار يؤصل له من شفته من الصعاليك الأرزقية القاعدين أحمد داود ومحمد منتصر إزيرك وما أعرف ليك مين حامد بابكر، أرزقية ديل ناس، أرزقية ديل بكرة لو ادوهم ريالات بينبذوا الصوفية، ذول أرزقي كلب مجرم، فهمت؟ ذول بيتأكل ببطنه، ونحن لك بالمرصاد بإذن الله. ونحن دارين دي تكون دعوة لأي إنسان، أوعك تقعد أنا لما نجي نقول في واحد من المشايخ أنا ما بعرفه ما بعرف حاله، المهم انتقد كلمة لأخونا مزمل شيخ مزمل، وفي عطالة ناشرينها في الواتساب، شيخ مزمل قال أول واجب على الناس الكلام في الصوفية، ديل قالوا لا أول واجب هو التوحيد، صح أول واجب على العبيد هو التوحيد ده ما فيه شك، لكن نحن بنتكلم عن الدعاة، أنا بتكلم عن الداعية، أول واجب عليه شنو؟ أول واجب عليه يتكلم في الصعاليق والصوفية وغيرهم من العطالة ديل، أوجب واجب عليه اللي بيضلل الناس عن التوحيد شنو؟ ما ممكن تتكلم في الجامع تقول لهم يا ناس أعبدوا الله وكذا وأدعو الله، بيقول لك تمام، وما تنادوا الأولياء، يقول لك ما قاعدين ننادي الأولياء، ده اسمه التوسل، لازم ترد عليه لأنه في أئمة بتاع ضلال شغالين، فده واجب. لكن في شو مجموعة من الشرامة، واحد اسمه مين هاشم، فهمت؟ ديل الواحد دار يسهر زكاني فلان، يا دي ما بتحل لك يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى بيسألك، في ناس هنا قاعدين. عشان كده نحن نصيحتنا للشباب دائما انت اشتغل دعوة مش لقدام، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن الناس قد كتبوا الموطئات، الإمام مالك كتب الموطأ الأمير أمير المؤمنين في الزمن ذاك، بقى الموطأ ده الكتاب المعتمد وكان دار يحمل عليه الناس، فقيل للإمام مالك إن الناس قد كتبوا الموطئات،
قال لو ما بعد ما الكتاب بتاعك مرق في ناس حاكوك يعني يكتبوا برضو نفس الكتاب. قال ما كان لله يبقى. أسي تعالى زال لك أربعة نفر طلبة علم، مش يكون صوفي حميدة شغل حمامات بصلعة، أزال لك طالب علم نجيط، قل له وديني ثلاثة أسماء لموطئات غير موطأ ماري، من الصعب تلقى مع أنها كانت موجودة كثيرة. فما كان لله يبقى. الدعوة السلفية أهم ركيزة عليها وأهم نقطة فيها إنك تدعو إلى التوحيد وتحذر من أهل الضلال ومن أهل الشرك، دي أهم ركيزة. والداعية ليس فقط من يتكلم بالمايك، أي زول في بيته في السوق في محل الشغل في المواصلات في غيره، أنت إنسان داعي إلى التوحيد، عرفت معلومة صحيحة تبلغها للناس، تناقش الناس، تبين للناس الحق حتى يهتدي الناس إلى الصراط المستقيم. إن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة، جزاكم الله. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.